بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقبل أن نبدأ عند ما انتهينا عنده في الدرس السابق، أحب أن أبشركم بأن الله قد جمعنا بجمعكم هذا بنصه وفصه، وجمعنا مع الغزوة في الأحزاب ومع الغزوة في بني قريظة، ورأينا أبطالها والحمد لله كما قلنا، وأتم الله نقصنا فيما أردنا الاختصار والاقتصار فيه، وشهدنا من أبطال المعركة التي ذكرناهم ما أنقصناه من تاريخهم في المعركة. والحمد لله بجمعكم هذا. وبسؤال أخي هذا إبراهيم راشد بعد حلقة الأمس أن يقول لي: كنا نحب أن تحدثنا حديث حذيفة بن اليمان كاملا، فشاء الله أن نرى هذا المشهد، ولكني رأيت المسجد أوسع مما نحن فيه، ورأيت شهود الجلسة أكثر مما نحن فيه، فقلت لعل الذين أراهم ولم يكونوا معنا أمس ربما كانوا يحبون أن يحضروا ولكن لم يعلموا، فلم يحرمهم الله شهود هذه المعركة. أما الأشياء التي أكمل الله نقصنا فيها وتممها فهي موقف سيدنا حذيفة ابن اليمان. وأنا قلت بالأمس إن رسول الله لما طال عليه أمر معرفة ما هم فيه بعد حديث نعيم بن مسعود أراد أن يستخبر الحال، فقال: هل فيكم أحد يذهب إلى هناك ليعلمنا ما يكون؟ فلم يقم إليه أحد، مع أنه قال: حتى يكون رفيقي في الجنة. وتلك جائزة كبيرة، ومع ذلك لم يقم أحد. وقلنا إن السبب أن القوم كانوا في حال من الجوع ومن الجبن ومن الخوف ما جعلهم يتخاذلون في أن يقوم أحد، لأنه لم يأنف من نفسه قوة أن يقوم وأن يذهب ليأتي بالخبر. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا حذيفة، فلما ناداه هكذا قام إليه حذيفة فأخبره رسول الله بما يريد. فذهب حذيفة وتسلل في ظلام الليل حتى دخل في وسط رجال الأحزاب، وإذا بأبي سفيان يأتي مهضبا عاجلا، فقال للقوم ليعرف كل واحد منكم من جليسه، فخاف أن يتنبه إليه أحد ليسأله، فتعجل هو فسأل وقال لمن على يمينه: من أنت؟ فقال: معاوية بن أبي سفيان. فقال لشماله: من أنت؟ فقال: عمرو بن العاص. فاطمأن إلى أن أحدا لن يسأله. فلما جاء أبو سفيان أخبر القوم بأن الدار ليست مقاما لنا،
وأن الخف والحافر قد هلك وأنه لا بد أن نعود فورا بعدما سمع القصة. ثم ركب راحلته قبل أن يفك عقالها، مع أنها معقولة، وركبها قبل أن يفك العقال، مما يدل على أنه كان معجلا. قال حذيفة رضي الله عنه: فهممت أن أقتله، فأخرجت قوسي ووترتها، يعني ركب الوتر، وجعلت السهم في كبدها، ولكني قبل أن أقتله تذكرت قول الرسول: لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فلم أشأ أن أقتله. فلما ذهبت إلى رسول الله وجدته صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما أحس بي فرج بين رجليه، فلما فرج بين رجليه كان الجو بردا وشديدا، فدخلت بين رجليه، فلما رأني دخلت بين رجليه نثر علي مرطة اللباس اللي هو حتى يدفئني، فلما سلم قال لي: ما خطبه؟ فحكيت له القصة وقلت له ما قلت. ذلك هو تمام قصة حذيفة. أما تمام قصة سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه فقد أكملها بما يأتي، فقال: لقد ضربني يوم الأحزاب حيان بن قيس ابن العرفة وقال لي: خذها، يعني الطعنة، وأنا ابن العرفة. قال: فقلت: عرف الله وجهك في النار. فلما أصابني في أكحلي، والأكحل هو العرق اللي احنا بنضرب في الحقنة أو نعمل منه الفصد والحجامة، فلما ضربني قلت: اللهم إن كنت تعلم أن هذا آخر أمرنا مع قريش ولم يعد بيننا حرب يؤكدنا، فاجعل هذه شهادة لي، ولكن لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وقد كان، فإن أمر بني قريظة حينما تم وقتل حيين بن أخطب وقتل المقاتلون وسبيت الأنصال والضواري وأخذت الأموال، ثار الجرح على سيدنا سعد، فلما انفجر مات به. فجاءت الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعه في خيمته بالمسجد، فقالوا له: يا محمد، من هذا الذي مات وقد اهتز له عرش الرحمن؟ فقال: إنه ابن معاذ. ذلك ما كان من شأن هؤلاء. وكأني أنزل المعركة، والحمد لله، والحمد لله أنتم جميعا بهذه الأشكال والصور معي. فإجابي: أرى شبحا كالشيطان يمسك سيفا، فتخيلته من يكون، ولكن ما دام في صورة الشيطان لا بد أن يكون فارس الأعداء وبشكل ضخم، فقلت: إنه كما قلنا أمس عمرو بن ود فارس قريش الذي يعدونه بألف فارس. فإذا به كما ذكرنا يكون هيم المبارز فلا يرد عليه أحد. قال علي: أنا أفاعله يا رسول الله؟ قال: إنه عمرو، اجلس. فنادى ثانيا وقال: هكذا. قال: أين جنتكم التي وعدتم بها من قتل في سبيل الله كما تقولون؟ فقال علي لرسول الله: أنا أفاعله؟ فقال: إنه عمرو، اجلس. فجلس. فلما رأى ذلك قال في الثالثة: ولقد بححت من النداء بجمعكم
اين المبارز؟ يعني صوت بح من كترة ايه؟ ما يقول اين المبارز؟ ووقفت ازدبل المشجع وقفة البطل المناجز، ان السماحة والشجاعة للفتى خير الغرائز. فاذا بي ارى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وقد انتفض وقال انا له يا رسول الله، وقال له واشار اليه وقال له لا تعجلن، ما تتعجلش وتقول اين المبارز يعني، فقد اتاك جواب صوتك من قوي غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصدق ينجي كل فائز. اني لارجو ان القيك الصناعه في الجنائز من ضربه نجلاء يعني نافذه يبقى ذكرها عند الهزاهز، والهزاهز هي الحروب، تلك هي الايه الضربه. فلما جاء عمرو بن ود واصاب ضلقه علي اخذ علي سيفه ذا الفقار وهو سيف رسول الله فضربه على عاتقه فخر صريعا مجندلا. فلما خر كما قلنا صريعا مجندلا قال علي الله اكبر، فسمعها رسول الله فقال قتل والله. فلما هدأ غبار المعركه ذهب عمر، فلما ذهب عمر تبين ان الرجل قد قتل، وان عليا كرم الله وجهه يمسح سيفه بدرع عمرو بن ايه، فقال الله اكبر الله اكبر، فقال رسول الله قتل والله. ثم قال الا سلبت درعه؟ بهذا لم نقله امس. الا سلبت درعه فانه افخر درع في العرب. فقال والله لقد بانت سوءته فخشيت ان اصنع ذلك. ثم انشد علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه واشار الى عمرو، نثر الحجاره يعني الاوسان، كان في صف مين؟ في صف قريش الاوسان مناه واللات والايه، نثر الحجاره من سفاهه، ونصرت رب محمد بصوابي وقتلته وتركته متجندلا كالجذع، يعني زي جذع النخلة ما يبقى مرمي كده بين دكادك يعني رمل وروابي، وعففت عن أثوابه يعني ما رجيتش أسلبه الله، وعففت عن أثوابه، ولو أنني كنت المقنطر نال من أثوابه. هذا ما أردنا أن نبشركم به، ونحمد الله لي ونحمد الله لكم. الحمد لله، نعم الحمد لله. وأيضا رأيت سيدنا سعد بن معاذ يقول لي ان الذي ضربني في اكحلي ليس ابن النضر، انا قلت ابن النضر، انما هو حيان بن قيس ابن عرفة. نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمر الله رسوله أن يقول لزوجاته هذا، وأمر الله لرسوله لا بد أن يكون له رصيد من خواطر خطرت على الزوجات، وإلا فلماذا يقول؟ وكأني بالخواطر إنما نشأت كما قلنا أمس من قول الله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم،
فالستات بقى زي ما انت بتعرفهم قال لك بقى أموال وده عايزين نعيش بقى ونعيش ايه. فسألنا رسول الله النفقة الأزواج كلمة أزواج جمع زوج والزوج مش اثنين زي ما احنا عارفين الزوج فرد واحد لكن له من جنسه مثل الناس فاهمين ان الزوج يعني ايه اثنين لا هو واحد بس معه مثله يبقى زوج الاحذيه يعني فرد وفرد التوأم مثلا الناس بتفتكر التوأم يعني اثنين لا هو واحد معه مثله واحد معه ايه مثله ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني ذكر وانثى يبقى الذكر لوحده زوج والانثى لوحده زوج موجب يبقى زوج سالب يبقى ايه زوج بروتونات يبقى مش كل حاجه زي زوجين 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 يعني كل واحد يبقى اسمه ايه زوج وزوج يطلق للرجل ولي المرأة وقد تجمع على زوجات قل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن يعني حيخيرهم بس إيه كلمة إيه يدل على أنه ما تتهمش قوي لأنه لو كان متهمش قوي كان يقول إيه إذا جيب إذا بتاع التحقيق فهو جيب إيه بتاع إيه بتاع الشك وصحيح هذا الخبر لأنكم تعلمون أن رسول الله جمع من النساء تسعة اللي اجتمعوا عنده مع بعض تسعة خمسة من قريش اللي هي عائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي ابن أبي أمية دول كلهم منين من قريش وبعدين في صفيه بنت حيي بن اخطب بتاع امبارح وفي جويريه بنت الحارث من بني المطلق وفي ميمونه بنت الحارث الهلاليه اللي هي بئر ميمونه هناك عند الـ عند الـ عند التابعين وزينب بنت جحش من بني اسد ودول الايه فلما سألنا رسول الله النفقة من اللي كان جريء أي حفصة عشان ما كانت من عمر فجلست مع رسول الله فحصل بينهما مشادة في الكلام فقال لها ألا تحبين أن أستدعي رجلا بيننا فوافقت فأرسل إلى مين إلى سيدنا عمر فجاء سيدنا عمر فلما جلس قال لها تكلمي يعني قولي انت قصتك الاول النبي اللي قال له قالت يا رسول الله تكلم انت ولا تقل الا حقا فسيدنا عمر هاد وقام عليها وجاءها فحجبه رسول الله فتناولها ثانيا فوجاءها وقال لها إن رسول الله لا يقول إلا حق والله لولا أن في مجلسه ما تركتك حتى تموتي فقام رسول الله ليفض النزاع وذهب إلى حضرته واعتكف بها وقاطع الأمر كله وقعد مدة شهر تلك هي الإيه القصة فقول الله قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها شوف كلمة الحياة والدنيا وكلمة زينة والزينة طرف في الأشياء لا في الجوهر والحياة كمادة دانية شوف التبشير إيه إن كنتن تردن الحياة الإيه الدنيا إنما الحياة الدنيا إيه لعب وله وزينة وتفاخر بده يبشع المسألة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة تقابل يبقى معنى ذلك كان يجب أن النساء تتنبه أن المقارنة صعبة أوي
بقى انا اجيب الدنيا الحياه الدنيا قبل ربنا واجيب ذنوبها امام الرسول، وبعدين ازود اليوم الاخر كمان ما يجيبش ما قبلوا حاجه، يبقى كتلوا ايه التخير؟ ايه التخير؟ الموحي بايه؟ برفض التخير. فالحقيقه هم عملوا بايه؟ بما فهم من النص، وما اختاروش على رسول الله احد، ورضوا ان يكون الله ورسوله هو الدار الايه؟ الدار الاخر. الحمد لله، وكفى الله المؤمنين القتال. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين. تعالين احنا قلنا معناها اقبل، اقبلنا ده معناها العام، ولكن تعالين لا تقال الا لمن يطلب من الادنى ان يرتفع. وقلنا اخرجوا عن منهج الواط الارض الى المنهج الايه؟ المنهج العالي. انا امتعكن، ادلهم المتعه اللي بيحكموا بقى للمطلقه وللمطلقات ايه؟ متاعه. نعم. واسرحكن وسراحا جميلا. ساعة ربنا ما يوصف اي حاجة بالجمال يريد فيها اللطف والرقة والرحمة. ولذلك يقول لك ايه؟ فصبر جميل. صبر جميل، يبقى ما فيش فيه شكوى، عشان يبقى الصبر له حق على الأول. وبعدين يقول اسرح كنا صراحا ايه؟ صراحا جميلة. يبقى بده وقت الفرقة ما يكونش فيها لا بشاعة ولا عنف، لان التسريح ده فرقه ومفارقه، ما يبقاش بقسوه، ما نقولش بقى اختي ده وشك مش عارف ايه وانت ايه، ده برضه صراح ايه؟ صراح جميل. وكمان يقول لك برضه صبر جميل، مش كده؟ كل حاجه فيها جمال تاتي انت في الشيء اللي يتطلب شده وقسوه. يقول لك لا، ما تخرجش الى القسوه كده وتخليها نطحه على لسانك، خليها حاجه ايه؟ بسيطه. وسرح كنا صراحا جميلا، اي لا مشاحنه فيه ولا خصومة، لأن ما دام أنت اخترت دي أنا ما كنت أحب أن أمسك من تختار علي غيري. يبقى المسألة عايزة إيه؟ عايزة اللطف. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، شوف المقابلات دي كمان إيه؟ الحياة الدنيا وزينتها. هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. بس الحياة اللي احنا عايشينها ولو لم توصف بالدنيا كان يجب ان يذهب فيها. وبعدين وصفت بالدنيا بقت حاجتين اثنين، وبعدين زينتها بعد الثلاثه، يبقى مقابلها ايه بقى؟ الله ورسوله والدار الاخره. نعم. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. المحسنات، محسنات ايه؟ اللي تفوق حد المطلوب بين الرحمه والموده في الزوجيه. يعني محسنه يعني مديه شيء من ايه؟ زائد عما ايه؟ عما يطلب منها. يا نساء النبي، كلمه نساء نفهم انها جمع، ولكن ان قلت ما مفرد نساء نقول لك مفرد نساء امرأة. هذا المفرد اللي مش من جنس الله، فكأن فيه جموع تنسي مفردها بشهرة مفرد آخر، يعني أردت شوية. فلما يقول لك مفرد نساء ايه؟ تقول امرأة، تقول امرأة، يبقى ده جمع مفرد تنسي بايه؟ بمفرد ايه؟ بمفرد ايه؟ مفرد آخر. وامرأة دي تقول امرأة زي من امرئ، ويقال عنده مرة برضو صح، يعني تقول ديا وتقول ايه دي. واحنا قلنا ان امرئ ديا تختلف عن الفاظ اللغة كلها، بان حركة الاعراب فيها لا توجد على الحرف الاخير فقط، وانما توجد على الحرف الاخير وقبل الاخير على حرفين اثنين. تقول ايه؟ قال امرؤ القيس. امرؤ، يبقى الري خدت الايه؟
الضمه بتاعه الهمزه خلاص. وسمعت امرأة القيس وقرأت لامرئ القيس، هذا هو اللفظ الواحد اللي في اللغه اللي حركه الاعراب تروح فين؟ تبقى موجوده في الحرف الاخير والحرف اللي ايه؟ الحرف اللي ايه؟ اللي قبله. يبقى اذا النساء، بعض الذين يبحثون اللي تركوا لنفسهم مجال يعني يقعدوا يتفلسفوا شويه، أم قال لك النساء دي من النسأ والتأخير، فإن كانت من النسأ والتأخير لعل مفردها نسي اللي هو التأخير. ليه؟ قال لك لأن خلقها متأخر عن خلق الرجل. يصح ما شاء الله. وإن كنا ما نكلفش خاطرنا كده، هي النساء احنا قلنا عليها كده. يا نساء النبي من يأتي بعد بقى ما اختارهم، عايزين نديلهم المناهج بقى، ما هو الأول يخيرهم. إيه قلنا التخيير ده يعني من حب المفارقة الذي يعطى للمرأة، زي ما نقول العصم بإيده، بس العصم بإيده ده كان يبقى الأول، إنما دلوقتي قال لها أنت تختار لنفسك ولو حبيتي كده تطلقي. هل التخيير ده يقع طلاق؟ قال لك انت خيرت وقابلت يبقى طلاق، وان ما خيرتش يبقى مش طلاق وخلاص، وتنتهي المساله بلاش المعركه اللي هو بعملها دي خالص كده، ما دام خيرت فلم تختر انتهى. يا نساء النبي، يبقى بعد ما خيرهم وقابلهم قال لهم نبتدي نشوف بقى هنمشي نعيش على ايه، المبادئ اللي هنعيش عليها ايه. يا نساء النبي، وانتقل هنا من كلام النبي عن ربه الى كلام الله لهم مباشره، لانهم لم يختاروا الله والرسول يبقى يصح انهم ايه، انما الاول قال قل لازواجك، لكن دلوقتي هو اللي ايه، لانهم اختاروا الله ورسوله يبقى ارتفعوا الى مستوى ابن خطبهم زي بعض. قال يا نساء النبي، ولو كان الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يا زوجاتي او يا ازواجي او يا نسائي، ما يقول يا نساء النبي يبقى الكلام من مين؟ من الله. وعليه كده قال لك لأنهم ياخذوا ان كنتم تريدون الله والدار الاخره فتعالى، فلما ارادوا الله كانوا اهلا لان يخاطبهم الله. خلاص انتهت المساله، ايه اللي فيه؟ يا نساء النبي، من يأتي من كل بفاحشة، الله يجيب فاش كده من يأتي من كل بفاحشة، طب ما تقالش من يتقي الله، من قال لك لا، لأن في عادة التقنين والإصلاح أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الأول قبل ما بنتوضى للتطهير بنبرأ نفسنا من النجاسة، يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. واحنا قلنا امبارح حتى قلنا واحد هو اثنين واحد تاني واقف، واحد عايز يرميني بحاجة وواحد عايز يرميني تفاحة، وصادف انهم رموها ورا بعض كده، تاخد التفاحة ولا ترد الحجر؟ ارد الحجر، لان درء المفسدة مقدم. يبقى يتكلم الاول على ما يلوث ويقدر ويدلس ويترفع عنه. وبعدين انت لما تيجي كتوب كده وسخ تروح تكويه قبل ما تغسله؟ لا يا اخويا، اغسله الاول ونضفه وبعدين يبقى كويه نضفه، لما تيجي ما يمكنش. يا نساء النبي، ثم اجيء بمنتهى الذنوب من ياتي من كن بفاحشه مبينه. فاحشه بالفاحشه دي اطلقت تسرق الى الله. كيف يقول الله لرسول اللي بقى رسول الله هيبقى عنده نسوان يعملوا فحشه ومش عارف ايه؟ الله مش قال له طب برأى للنبي لئن اشركت لا يحبطن عملك؟ ما قالش له كده؟ هو معنى ذلك انه يعني بيقول له كده ولا كده؟ لا، مش معنى استطاعتك انك انت خدت كلت بلنج، لا لا،
فذلك انتم مش كلكم بيدات النبي يعني تبقى المساله لا عشان نستر عليكم تا وبعد ذلك يدخلوا في نطاق انه اذا سرق الوضوء واقاموا عليه الايه الحد واذا سرق الشريف وتركوه لا اوعوا تفتكروا ان انتم واقدموا المنزله من انكم بس مجرد زوجات انتم هنقول لكم ان اتقيتم ان اتقيتم والا ففيه رسل كان الزمساء بتاعهم خير له ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة ايه نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا يبقى يعني مساء النبي لم يأتي من كل بفاحشة مبينة ايه يعني طب وفاحشة مش مبينة قال لك ليه لان دول نساء النبي لو حصل منهم حاجة بينهم وبين نفسهم يتبقى الذنب ذنب واحد عندهم انما ساعة ما تبقى باينة كده واضحة بقت اسوة سيئة ولا زوجات النبي عامة خلاص يعني بقت اسوة سيئة ولا لا وبقت سبقة ولا لا وبقت تشجيع ولا لا يبقى لازم يضاعف لها العذاب عذاب لانها فعلتها وهي فساد في ذاتها وفساد لانها اصبحت قوة في بيت نبي تبقى لازم يؤلم كذلك ان فعلت حسنة تاخذ اجرها مرتين ليه لانها فعلت صالحا في ذاتها في اي واحدة وبعدين بقت قصة شوف بيت النبي يا اخي شوف بيت النبي واحنا الحديث بيقول اللي يعمل عمل حسن له اجره واجر من يبقى كان المفروض اللي مش يبقى مرتين يبقى بعدد ما ايه ما اثرت فيه الايه ما اثرت فيه الاسوة من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين فيه ضعف وفيه ضعف شوف الكلام الضعف مثل الشيء ضعف الشيء يعني مثله والضعف فقد هذا يبقى أقل يعني فقد المثل يبقى فيه مثل وفيه الضعف وهي فقد الايه فقد المثل ليه بقى قال لك يا اخي لان لما تعمل فاحشة حتى تبقى عملت فساد فخدت عليها عذاب وكونها ببيت النبي تبقى عملت ايه تبقى آذت شعور رسول الله ولم تعرف منزلته ووجدت خيرا منه لتأتي معه الفاحشة كنها تعمل العملية دي يبقى مش كف ضعف دي صح انها اكتر من ضعف فرأت الله عاملكم برفق لما ضيكم في زوجية رسول الله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ما تفتكروش انها صعب وحذاري عليكم لانكم مزيان الرسول والناس يقولوا ما حمش الرسول ما حمش مش عارف ايه لا دي مساله ما حدش هيسالني واذا لم اسال حمش الامور كما ايه كما يجب ان تكون لان دي مساله يسيره ولا حد يقدر يعرضني فيها وساعه يقول الله حكم ويقول انا عزيز وانا حكيم اعرف يعني ما حدش هيعترض عليا لان في ناس يعدلوا عن الحكم وخافه اعتراض الغير عليه يقول لك ما حدش يعترض علي فانا ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله مش كده قال سبحانك انت عارف ان كنت قلت ولا ما قلت ان كنت قلت فقد علمت وانا اقول ما ليس ماليش بيه علم مش معقول انني اعمل العمليه دي ولكن ان تغفر الله ان تعذبهم ما حدش يقدر ياخد منك حاجه وان تغفر لهم لا كان يقول فانك غفور رحيم مش في المغفره قال فغفور رحيم يقول لك لا ده عدل الى عزيز حكيم ليه؟ قال لك لان الذنب بمقتضى العقل من كل الناس انهم في القمه قالوا ده إله وخدوا الألوهية من الله لعيسى كان المقتضى إيه؟ المقتضى منهم إيه؟ وعذبوا عذاب شديد ف
فإذا مقتضى الذنب أن يعذبه. طب ليه ما يعذبهمش ربنا بس لأنه غفور رحيم؟ قال له لا، كمان لأنه عزيز حكيم، ما حدش يقدر يقول له أنت ما عذبتهمش ليه، ده عملوا كذا وكذا وكذا وكذا، ما حدش يقدر يقول له دي. يبقى هيدخل عليهم من ناحية إيه؟ من ناحية العزة ومن ناحية الحكمة، وأنه لا يسأل. فكأن المنطق أن يسأل الله، أنت قالوا كذا وكذا 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 وكذا، إزاي ما عملتهم؟ لكن هو عزيز حكيم ما حدش يقدر يقول له كده. وكان ذلك على الله يسيرا. طيب يا سيدي، من يأتي من كنا؟ هات بقى الايه؟ المقابل. المقابل. ومن يقنت من كنا لله ورسوله، من يقنت يخشع ويخضع ويقعد يدعي. الله جابها ليه دي؟ ليه؟ اشمعنى يعني كده؟ كان قال اللي يتقي واللي يعمل مش عارف ايه يخشع. قام قال لك لان بيقول ان الله سبحانه وتعالى لا يحب من الطائع المحظون به ان يدل على الناس بطاعته، ولذلك يقولون رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا. ليه؟ لان الله يريد عبوديه ذليله، عبوديه ايه؟ ذليله. او من يقلق، يبقى بالغ في الصلاح وبالغ في الورع حتى ذهب إلى القنوت وهو الخضوع والخشوع. ومن يقنت من كل لله ورسوله وتعمل صالحا. ثم جاء بعدها كده نؤتها أجرها مرتين، زي ما ادالها ايه العذاب ضعفين نديلها أجرها ايه مرتين. وأعتدنا لها رزقا كريما، اعتدنا يعني اعدينا لها من الان موجود جاهز مش هنعمله ساعتها. ازاي بقى؟ تعالى بقى هنا الاسلوب في عظمه الاداء. ليه؟ قال لان هنا في الايه؟ في الفاحشه قال يضاعف لها العذاب، وهنا قال ايه؟ نؤتها، ما قالش هناك نضاعف لها العذاب زي ما قال نؤتها، ولا قالش هنا ايه تؤتى اجرها مرتين. طب دي كان مبنيه للمسمى الفاعل، ما عملش الاثنين ورا بعض ليه؟ قام قال لك لان الاولى ما حبش يواجه بذاته، واجهها بالعذاب فقط، يضاعف لها العذاب. مين اللي يضاعفه؟ طبعا هو ربنا، بس ما واجهش هو بان اللي يضاعف برضه رحمه ولا مش رحمه، ولا لطف تأتي بالعبارة، ولا ربنا رحيم ولا مش رحيم، بيحب مين؟ حب عباده. فساعة المسألة قال يضاعف لها العذاب، مش نضاعف نحن لها العذاب ويجي في الصورة واضح كده، إنما في الرحمة والأجر. قال نؤتها أجرها مرتين. فهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يحب خلقه جميعا، ويتحبب إليهم، ويتودد إليهم، ويرجو من العاصي أن يرجع إلى ربه. لله أفرح بتوبة إيه؟ عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. ولذلك الحديث القدس الطويل اللي بيقول فيه الحق سبحانه وتعالى عن جبريل، قال رسول الله، قال جبريل، قال الله يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآمة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. تتعب؟ ما تعرفش ده النبي بيقول كل من ايده تعبان، قال ما تتعبش قلبك، اتعب جوارحك انما قلبك مرتاح. وهو هو التعب او الكلال ياتي على الجوارح، الكلال ما يجيش على الجوارح ابدا، شيء يطيق الصدر ونقدر نحمله ما يتعبش. ولذلك الشعره
خدنا المعنى ده وقال لك ايه؟ ليس بحمل ما اطاق الظهر، ما الحمل الا ما وعاه الصدر. ادي الايه؟ ادي الحلم. فاذا قوله وضمنت لك رزقك وقسمت لك رزقك فلا تتعب، مش تعب الجوارح الا فتعب الجوارح ايه؟ ان الله يحب الايه؟ اللي بات كان من عمل، ان الله يحب هذه البات. الله يبقى اذا يتعب، واللي بيقول لك ما تعطوش حتى ايه قبل ان يجف عرفه، يبقى لازم يتعب. قال لك ما هوش تعب ده، ولذلك اللي صدره خالي من الهموم يشتغل في الصخر وعمال يغني وعمال يحدي ويقول مفيد ويقول مش عارف الله 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 ايه الحكايه دي. اما قال لك لانه بيعمل ايه؟ عمل ايه؟ هو يحب وصدره ايه؟ خالي. يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب. تلعب يعني تعمل عمل ملوش جدوى، هذا اللعب. انما اعمل عمل ايه؟ له جدوى، والعمل مفيد، تاخذ منه على قدر حاجتك وما طاب عن حاجتك توزعه على من لا قدره له. وقسمت لك رزقك فلا تتعب. فان انت رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك، لان ما دام قلبك مرتاح بدنك مش هيشعر بالتعب، وكنت عندي محمودا. وان انت لم ترضى بما قسمته لك فبعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريه، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. وإلى لقاء آخر.